جبل الخوشي انا اللي ما حجر خوشي انا اللي خوش بن الخوشي انا اللي ما حجر خوشي اسهل عنه وتعرفني انا المحج خوفني. بس لحظه اريد احكي وياكم. وقف حبيبي وقف. ها فكرة انت كل عقلك راح تتزوجين هذا؟ احبه. شو تحبين منه؟ ما بي شي ينحب. دوري تعالجي تردت الولد تافه. اقول لك شنو انت ما تسمعني دا اغلط عليك. لا انا بالسماعه يعني دا تسمعني. لا شنو قابلتني تغلط علي قدام العالم واسكت؟ مشيها بالسماعه. بابا هزي عوفي ورجعي لعقلك دوخني هالقد ما يهز. فكرة انت ايش عليك؟ انتوا ردتوا من عندي اخذ احسن شهاده واتعين باحسن مكان واخذ اعلى راتب وبالاخير اتزوج وانا ما سويت شي غلط. لك هو هذا القاهرنا، انت دكتوره منصب ووظيفه وفلوس. لا باعي يهز على الفلوس ابد ما داخل على طمع. اي عادي احبه. اغاتي القلب وما يهوى. قصدك الكلب وما يهوى. اغلط خذ راحتك. لا بالسماعات انا. سهير عوفيهن خنجيهن وحده. وي فدوة الله فدوة. اولا شنو شهادتي؟ شهادته عاديه بس المهم انه انا اخلص من هذا المجتمع اللي انا عايشه بيه، كلهم دكاتره وبروفيسوريه، ناس ممله، انا اريد شاب مختلف حلو. ليش؟ شو تقولين؟ شنو دكاتره؟ شنو بروفيسوريه؟ انت من وجاي متزوجه رجال وخوش رجال، هذول كلهم تعوفيهم بعد زين لو لا؟ حلو النوب يتحكم بيها. لك شلون حبتك؟ بس فهمني لا شهاده، لا اخلاق، لا تعرف ترقص. لا تغلط؟ ها زوجتك الشهاده. شلون تقول ما يعرف يرقص؟ لا وفوقها عنده حظ، يتحكم بيها، ودكتوره وعندها فلوس، وجايبتها بارقى فندق بكردستان. خليه يتحكم بيه، انا عاجبني يتحكم بيه، كافي الناس كلهم اللي بحياتي، ابويا امي تتحكم بيه، اخويا انا اتحكم بيه، الموظفين انا اتحكم بيه، انا اريد واحد شرس. اي عافيه هيك اريدك. اقول لك شو هذا ما يحترمني، ترى اذا قرايبك يبقون هيك انا انسحب. لا عافيه بداعي. انسحب. والله اموت. لك بابا فرستك خليه يروح وفي اللي طيرني. شعوف منه، انا ما صدقت لقيت واحد مثله. يا معوده مكومين بالشارع. بس ما تلقى مثل هاي الخامه. ولا راح ألقى. حبيبتي إذا تردين نستمر سوا لازم تعوضيني. ها هي شهر العسل مكان تركيا فرنسا. دكاك بابا يا فرنسي هذا ما يساعدوه بالطيارة، هذا يحطوه بقفص ويشحنوه ويا الحيوانات. والله لو ما لابس سماعة كان عرفت شو أسوي بيك. شو تسوي تضربني؟ أرقص شوبي. النوب طلع فارغ. لك بابا انت مقتنعه بلبسه بمستواه. اي هو هذا الاختلاف اللي بيه، لو متزوجتك انت كان جيتني بفرزاتشي وبجوتشي. شبلك شلون تغلطين على بعمك هنا؟ مو عيب؟ شنو تقولي له فرزاتشي وكوتشي؟ اذا عندكم هيك مشاكل لا تغلطين عليه قدام العالم بالفنادق، وديه للبيت وجري من اذنه وغلطي عليه وبهنيه اهانه محترمه. لك بابا ما تغلط علي. لا حبيبي احنا شباب وولد ونعرف هاي السوالف، مرتي تجاوزت عليك وقالت لك فرزاتشي امسح حبجي. لا شو انا فيرزاتشي وانت لويس فيتون. وصلت بيك لحد تتجاوز علي. لك مو اعتذرت من عندك مو احترمتك اني. اشو مو بس لويس فيتون انت دوتشي قبانه. لا لهنا كافي كل شيء ولا الاعراب. اشو مو بس دوتشي قبانه انت مسيمو دوتي النوب عليه اللي قمتوا تتجاوزون. كلش راح انزع السماعه وكلش راح انسحب. تعال انا اعوضك. تعال شو تعوضي بعد مو اخذتي الفرنسي؟ انا مو وعدتك بسياره لين ترى؟ خلاص راح اخذ لك بمكان هدي كلاس وعلى شرط صفرة هالمرة صدق راح انزعل السماعة. سهير فوق كل هاي الأهانة جايبت لي سيارة تاكسي باي. لك وين سعرها 140,000 دولار يا العار؟ مستحيل 140,000 دولار. مش بيكم ضجت عيني من تمشون بالشارع وتشوفون اثنين مثلنا تقولون هذا تزوج وحدة مثل هاي. انا على يلا جيك للسفرة.